السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده يا جماعه جبت لنا هديه جامده، هوريكم دلوقتي فيها ايه. صاحب جوزي اللي جاب لنا الهديه دي، تعالوا نوريكم فيها ايه. الشنطه دي فيها ايه؟ دورة. دورة اخضر. ما شاء الله انا بموت في الدورامين. يعني مثلا يا ماما ما فيش دورة اخضر؟ ما هو لا، في دورة نيشف، ده دورة اخضر عشان هنشوي. المرة اللي فاتت يا جماعة احنا شوينا الدورة في الجنينة على الفحم او على القلح، فالمرة دي بقى هشوي في الفرن وهجرب معاكم. دي اول مرة اشوي في الفرن العادي بتاع البوتاجاز، وهقول لكم يعني ايه الفرق بينه وبين اللي هو بيشوي على الفحم يا جماعه. اللي بيحب الدوره يكتب لنا في الكومنتات، اللي بيحب الدوره زينا، احنا بنحب الدوره جدا جدا، يكتب لنا في الكومنتات يا جماعه الدوره مسطر. وهقول لكم هو خد قد ايه في الفرن العادي بتاع البوتاجاز العادي خالص. احنا عديناهم دلوقتي لانهم 13 واحد، 13 حب 13 كوز. 13 انا عديتهم 13، لا هما 13 انا عديتهم اهو. هناخدهم دلوقتي ونحطهم بقى في المطبخ. انا المطبخ انا هشيل يلا اغسل لوحدك شيء. بص انا هشيل المطبخ. تعالى تعالى يلا. بس يا رب الفرن بقى ينفع. يعني اول حاجه بنعملها ان احنا يا جماعه طلعت الشبكه بتتسعني الفرن. اه كنت لسه بصوا انا طلعت الشبكه لسه بتحطي وقت ده يا حته متلسعه. المهم يا احمد خلينا نتكلم بقى بعد اذنك. طلعت الشبكه اول حاجه وسخنا الفرن عشان الفرن لازم يكون سخن قبل ما نقشر الذره في على النار يا العاديه. انا مش بحب اقشره. اه احمد بخاف منه عشان مره لقى فيه دوده فمن ساعتها خايف يقشره. اول حاجه يا احمد بعد اذنك بعد اذنك بس على النار الثانيه بخففه، بس ما بقشروش القشره كلها، انما في الفرن البوتاجاز او اللي عنده الفرن الثاني بيشيل القشره اللي فوق دي كلها ويسيبه كده، بيسيبه اقرع كده. يا جماعه المره اللي فاتت احنا شلنا اللي ما شافش الحلقه يروح يشوفها في الجنينه. احنا شوينا على القلاحه في الجنينه، بنشيل طبقه واحده بس، بنشيله طبقه واحده. يا جماعه بنقشر الطبقه واحده بس عشان الدور ما يتحيقش. صح، لو حطيناه بس هنا في الفرن هنحطه كده ايه زي ما قلنا اقرع كده خالص، نشيل القشره بتاعته. انا عندي فرن على فكره من اللي هو الكبير ده، بس بخاف منه وعمري ما استخدمته اصلا، كان جاي في الجهاز بتاعي ومركون ركنه في الشقه اللي فوق، ما بستخدموش خالص. فاللي عايزه يكتب لي في كومنت وياخده كده ببلاش. ايه بياخده ببلاش؟ لسه جديد منه ما استخدمتوش خالص. بصوا بقى الفرن كده سخن واحنا شلنا الشبكه، هنحطه على البتاع اللي تحت خالص دي اللي هي منها للنار على طول، مش في الشبكه، انا شلت الشبكه خالص. فهنحطه كده بقى ونرصصه. انا رصصته بالواحد كده، انا بشوفهم بيعملوه كده. بتحط الضيه اهو رصصناه، هنرصه واحد واحد كده. ليه بقى؟ عشان يبقى منتظم كده، عشان واحنا بنقلبه يبقى سهل واحنا بنقلبه، ما يعني ما نتلخبطش مين اللي تقلبه مين ما تقلبش. يا جماعه بصوا الفرن زي ما قلت لكم لازم يكون سخن عشان الفرن بيكون سخن. فاقلبه واحده تشيلوا بيها الضيه زي مثلا المساكه. لا انا جبت المساكه دي عشان احرك بها او قماش. لو ما عندوش المسكه دي يبقى اي حاجه كده طويله عشان الفرن بيكون حامي بيكون سخن. ولعوا الفرن على اقصى درجه، يعني الفرن بيكون حامي جدا على اقصى درجه، ولو الانبوبه قربت تشطب بلاش تشوي عشان هينشف منكم. فخل يعني ايه لازم عايز فرن حامي. زي ما انا قلت لكم هقول لكم في الاخر مميزات وعيوب الذره في الفرن وعلى الفحم او على القلح. فدلوقتي اهو احنا بنلم يا جماعه الضيه، حطينا بقى ايه الذره في الفرن وبنلم القشر كده وننضف الارضيه كده، ارضيه المطبخ عشان تبقى نظيفه كده، ما بحبش اقعد في مكان يعني في حاجه وحشه كده. فانا دلوقتي بلم القشر زي ما انتم شايفين واحطه في الباسكت الزباله. وبقى ايه وكنست المطبخ وظبطته قبل ما الفرن بقى يطلع، بقى قبل ما الفرن ايه قبل ما الذره يعمل بقى شويه. بصوا الطقطقه بقى وريحه الذره قربت تطلع، يعني ريحته طلعت اساسا وعمال يطقطق. يا جماعه بيطقطق زي اما نيجي نعمل فشار بيقعد يطقطق. اه والله انا مش عارفه صوت الطقطقه مش طالع في الكاميرا ليه، بس هو عمال يطقطق جامد وريحته. احنا بس عشان بنتكلم مش ريحته فحفحت كمان يعني. بصوا بقى زي ما انا قلت لكم اهو انا حاطاه برصاه كده بانتظام علشان ايه علشان نعرف نقلبه اهو. بصوا بقى سهل بقى نقلب واحد واحد كده، نحطه جنب بعض زي ما شايفين. اول اسمه ايه اول وش اتعمل بقى لونه احمر كده. المهم انت هتخلصي الكلام ومش هتخلينا. طب قولي انت، ما هو انا بتكلم اهو انا بفوت. طيب فقلبنا بقى تاني وش اهو،
كل شويه بنقلبه. فانا كل شويه افتح الفرن كده واروح جايه مقلبه. دي كانت اول مره. انا رجلي وجعتني بقى، فطلعت جبت الكرسي وقلت ادي قاعده بقى اهي، نقعد جنب الراجل دوت لما حد ما يشيل. نقعد جنب الراجل يا جماعه احنا كنا ساعات بنعمله على البوتاجاز من فوق. لا بيبقى وحش، انا كنت بسلقه وبعدين احطه في الشوايه، بس كان بيبقى طعمه مش حلو بصراحه. لما اسلقه كان طعمه مش حلو خالص. اما بقى جربته مره يعني، ممكن يكون لعبنا الدوره الله اعلم. ميتين. طب خلينا دلوقتي في الشوايه في الفرن. كل شويه زي ما قلت لكم انا جبت كرسي وقعدت جنبه كده عشان رجلي وجعتني ان انا طالعه وداخله. فايه بقى دلوقتي اهو قلبته، قعد في الفرن حوالي ازيد من نص ساعه. بص دلوقتي يا جماعه ماما خليكم عشان بيتحرق بسرعه عشان تشيله. دلوقتي بقى هو كله طوب اهو. فانا إيه هو مش محروق على فكره، وشكله كده محروق. لا بس هو مش محروق، انا بحبه طيب قوي يعني، ما يعني مش مشكله سنه، فبحبه انا بحبه كده، بس طعمه جامد. هقول لكم بقى ايه عيوب ومميزات الفرن. اهم عيوب الفرن ان هو بيخلص الانبوبه، الانبوبه بقت ب 100 جنيه، دي اهم عيوب البوتاجاز. ب 100 ايه ايه؟ ايوه 100 جنيه ب 200 او ب 1000. اسكت بس ما تفتيش انت، انا اللي بغير الانبوبه واحنا ايه. فانا زي ما قلت لكم اهم عيوبه ان هو بيخلص بياخد غاز كتير، وخصوصا لو بوتاجاز مش حامي. ده اهم يعني عيوبه. مثلا الانبوبه بس هو اتعمل بسرعه على فكره، بيتعمل بسرعه. لو البوتاجاز حامي بيتعمل بسرعه. وادي الدوره خلص. الدوره بقى اللي على الفحم، عيوبه ان انت بتقعدي تكحي وانت بتولعي بقى الفحم والقلح زي المره اللي فاتت اللي شافني في الجنينه كده. جالي برد بصراحه من ساعتها، من ساعه ما شفت الدخان وكده جالي برد. فاحنا عندنا عنب بقى، قلت ان ظبط الدنيا كده، طلعت العنب وطلعت الدره. اللي بيحب الدره يكتب لي في الكومنت، احنا بنموت في الدره. ودي كانت نهايه حلقتنا اهو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه، وهنقدم لكم حلقات جامده جامده، فتابعونا وفعلوا زر الجرس. باي.